السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم متابعينا عبر قناتنا عبد واجد يوتيوب لأحوال الطقس. إذا نقدم لكم نشرة جوية خاصة لأحوال طقس الجزائر اليوم الخميس 6 من شهر أكتوبر 2022. إذا نتوقع خلال الفترة الصباحية أمطار على المناطق الداخلية الغربية والوسطى ومناطق الأوراس شمال الصحراء والواحات. هذه الأمطار ستكون غزيرة أيضا خلال الفترة المسائية، الرياح ستكون قوية جدا في الفترة الصباحية على المناطق الجنوبية الشرقية شمال الصحراء والواحات إلى غاية المناطق الجنوبية الغربية ومنطقة الثورة مرورا بوسط الصحراء. نذكر متابعينا بقناتنا الثانية، تجدون تفاصيل الولايات والمناطق المعنية في أواخر هذا الفيديو أو في أعلى هذا الفيديو. إذا خلال الفترة المسائية أيضا أمطار مرتقبة أن تكون غزيرة على كل المناطق الغربية الوسطى والشرقية دون استثناء، يعني كل المناطق والولايات الغربية الوسطى والشرقية منها السواحل. المناطق الصحراوية تبقى الأجواء قليلة الغيوم مع بعض الأمطار على شمال ولاية تندوف وشمال ولاية أدرار، وتبقى الرياح مستمرة على المناطق الجنوبية الشرقية وسط الصحراء والمناطق الجنوبية الغربية ومنطقة الثورة وشمال الصحراء والواحات. إذا درجة الحرارة القصوى ما بعد ظهيرة يوم الخميس سنسجل درجات حرارة تكون ما بين 19 إلى ما يقارب 25 درجة إلى 27 درجة على كل المناطق الشمالية. منطقة الثورة وشمال الصحراء والواحات ما بين 28 إلى 31 درجة. أدرار وتندوف ما بين 39 إلى 40 درجة. تمن راس وإليزي ما بين 30 إلى 31 درجة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.